السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة. الأرز تاع اليوم راح تكون أرز برياني. هذا الرز يجي خفيف بزاف والمكونات اللي راهم فيه راح يعطولو الذوق بزاف سبيسيال. دونك نتمنى إن شاء الله تعجبكم هاد الوصفة، وإذا عجبتكم ما تنسوش ديروا جام على الفيديو. وفي هاد الفيديو ماشي أنا راح نطيب، دونك السيدة لوزة هي اللي راح تطيب وأنا راح نصور ونعلق فقط على الوصفة. هكذا ونروح مباشرة للرسات تاعنا. والحاجة الأولى اللي نديروها نروح نطيبو الدجاج تاعنا. هنا حطينا القدر على النار وحطينا فيه كمية تاع الماء ونديرو فيه القطع تاع الدجاج تاعنا بهذه الطريقة. هنا استعملنا صدر، كما تقدروا تستعملوا لي كويس عادي، ونحطو عليه حبة تاع بصل تكون مويان، ونزيدو عليهم ربع سنات تاع الثوم هكذا بهذا الشكل، ونزيدوا عليهم ثلاثة ورقات تاع الرند يكونوا صغار، ونزيدوا حوالي خمسة حبات تاع الهيل اللي راح يعطي الذوق بزاف شباب للروز تاعنا. دوكا نزيد عليهم الملح والفلفل الاسود ونخليه حتى وين يغلي. نغطوا عليه ونخلوه حتى وين يطيب الدجاج تاعنا في هذا النار، ونروحوا نوجدوا الارز تاعنا. دوك هنا في الريسيبيو حطينا الرز وغطيناه مليح بالماء عادي هكذا، ومرة على مرة نبدلو هاد الماء. دوك هاد الرز نخلوه في الماء لمدة حوالي زوج سوايع هكذاك، ودوكا نخلو هداك الرز دو كوتي ونروحو نكملو المراحل تاع الطبق تاعنا. دوك هنا هاد المراحل هما الأساسيات تاع البرياني. دوك نحط مقلة فوق النار وندير عليها كمية تاع الزيت، وغير يسخن هذاك الزيت نروح نحط عليه حوالي كاس صغير تاع اللوز ونحمص مليح هذاك اللوز في هذا الزيت. وهنا هذا الزيت اللي قلينا فيه اللوز هو اللي راح نكمل به كامل المراحل تاع الطبق تاعنا. وهنا كما راكم تشوفوا اللوز بدا ياخذ لون ذهبي، نروح نحيه من فوق النار ونحطه فوق اون اسيات ونحط تحته ورق باش يمص هذاك الزيت اللي يخرج منه هكذا بهذا الشكل. وهنا عندي كمية تاع زبيب حوالي كاس هكذا، نكون نقعته 20 دقيقة في الماء ونصفيه من هذاك الماء، ونروح نطيبه في هذاك الزيت اللي كنت قليت فيه اللوز. دونك راح ياخذ لنا واحد زوج دقائق برك، ودوك تشوفوا الشكل تاعو كيفاش راح يختلف فوق الزيت. وكيما رانا نشوفو هنا هداك الزبيب تنفخ الشكل تاعو. دوك كيما قلت لكم واحد زوج دقائق هكذاك ونحيه من فوق النار. هكذا نحيه ونحطو مع اللوز هكذا بهذا الشكل. وهنا في نفس المقلاة اللي قليت فيها الزيت والزبيب نروح نجيب كمية تاع البصل. هنا استعملنا حوالي كيلو تاع بصل، نقطعو شرائح بهذه الطريقة ونروح نكاراميليزيه في الزيت هذاك بنفس الطريقة كما درنا مع الأول هكذا حتى وين ياخذ لون مليح. هنا لازم تكون كمية تاع البصل في المقلاة قليلة، ما نكتروش بزاف باش يتكاراميليزا، لخاطر لو كان تكتروا بزاف البصل ما راح يشيط كراميليزا، راح يطيب فقط هكذا بهذا الشكل. تكون النار شويه فوق المتوسط ونطيبه حتى وين ياخذ لون مليح، ونحيه ونديره فوق الورق كما درنا مع اللوز. وهنا نروح نجيب هذاك اللوز اللي حمصناه ونكون كاسيه بهذه الطريقه. هذا اللوز راح يعطي الذوق بزاف شباب للطبق تاعنا، ومن الاحسن ما نرحيوهش بالروبو هكذا فقط غير بالموس حتى نتحصلوا على قطع تاع اللوز يكونوا كبار نوعا ما. وهنا كما راكم تشوفوا هذا هو الارز تاعنا بعد ما نقعناه مليح في الماء
والشكل تعوره هو تنفخها شوية. ما راح نجيب طنجرة ونحط فيها الكمية على الرز هذه. هنا الأرز اللي استعملته هو بسمتي، والبرياني يمشي غير مع هذا النوع تاع الأرز. ونروح نجيب هذيك المرقة اللي طيبنا فيها الدجاج، وهي اللي راح نطيب بها الأرز تاعنا. دوكا نغطي كامل الأرز بهذه المرقة حتى وين يتغطى فوق زوج أصبع من فوق الأرز، هكذا بهذا الشكل، ونحطه فوق النار حتى وين يغلي. وغير يغلي نغطيه بهاد القطعة تاع القماش هكذا، ونغطيه ونقص للنار كامل ونخليه حتى وين يطيب. وهنا هذا هو الدجاج اللي طيبناه مع الاول. دوكا نروح نحكم هاد القطع ونقطعهم شرائح صغيرة بهالطريقة، هكذا حتى ونفتت كامل القطع تاع الدجاج تاعي. فوالا، هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. دوكا في نفس الزيت اللي قلينا فيها مع الاول نروح نقلي هذا الدجاج. دوك هنا هذا الدجاج ماشي لازم يتقلى ولا ياخذ لون في المقلى، برك ياخذ الذوق تاع اللوز والبصل اللي كنا طيبناهم في هذا الزيت. هنا ما ياخذش فوق دقيقه برك. هكذا ونحيها من فوق النار، ونكونوا كملنا كامل المراحل تاع الطبق تاعنا. نورمالمون يبقى لنا غير دريساج. وهنا هذا هو الارز تاعنا بعد ما طب، غير ينشف من الماء تاعو ونطفو عليه. دوكا نروح نجيب ايناسيات ولا البلاطو اللي راح ندريسي فيه الطبق تاعي. دوكا هنا نحط كميه من الارز، هكذا نفرشها مليح في لاسيات تاعي بهذا الشكل. وفوق هاد الارز نروح نحط طبقة تاع الدجاج هذاك بهالطريقة، هكذا نعمر طبقة لبس بها. ونزيد عليه من الفوق هذاك البصل كراميليزي بهذا الشكل. هاد البصل راح يعطي الذوق بزاف شباب للطبق تاعنا. ونزيد ونديروا عليه من الفوق شويه تاع الزبيب، ونزيدوا كميه تاع اللوز اللي كنا كونكاسيناه وحمرناه بهذا الشكل، ونعاود نغطي بطبقه من الارز هكذا، ونغطي كامل هذاك الدجاج ولا الطبقات اللي درناهم باش تولي اون فارس. دوكا نغطيه كامل ونعاودوا نتلاقاو. وهنا بعد ما غطيت كامل الطبق تاعي بالارز نروحوا للتزيين اللي راح نديرو في الاطراف هذاك الزبيب اللي كنا قليناه بهذا الشكل. نديرو كامل في الاطراف بهذه الطريقه، ونزيدو نزينو من الفوق بنفس الحشوه اللي درناها من الوسط. هكذا كيما راكم تشوفوا الشكل تاع الطبق بدا يبان. ومن الفوق نحطو كامل هذيك لافارس اللي درناها من الداخل. نحطو هذاك البصل كراميليزي، نزيدو نحطو الدجاج، ونزيدو نحطو هذاك لي زاموند كونكاسي وقليناهم في الزيت. دوكا نزينو كامل طبق ونعاودو نتلاقاو في طاسيون مع الاخر. فوالا، وهذا هو الطبق تاعنا بعد ما كملناه. كيما راكم تشوفوا الشكل تاعو يجي بزاف بريزونطابل، خاصة في المناسبات ولا يكونوا عندكم ديزانفيتي راح تفرحوهم بزاف بهذا الطبق.
دوكا راح ندوق هذا الطبق فريمون بزاف بنين، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وان شاء الله نكونوا فيدناكم بحاجة جديدة في هذا الطبق، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام.